1 جيجا بايت صالح لمدة شهر. يمكنكم تفعيل جميع فرفهات رومينج أيضاً عن طريق USSD بالضغط على نجمة 444 نجمة 6 مربع. وخلال شهر رمضان المبارك مع موف موريتيل، استفيدوا من استقبال مجاني في المملكة العربية السعودية لجميع الزبناء الذين فعلوا في فورفي باس رومينج ميكس. موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا للرئيس المالي لتقديم واجب العزاء في رحيل والده النقيب المتقاعد بكاري غويتا. خدمة الكهرباء في مدينة كشوجة تتعزز بتدشين التوسعات الجديدة للمحطة الكهربائية في المدينة. الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في ولاية الزمور تسلم كميات من الزي المدرسي الموحد لكافة تلاميذ المدارس بالولاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، تقبل الله صيام الجميع. أهلا بكم إلى مسائية قناة الموريتانية. في التقديم من حيدرة ومحمد بلال. أهلا بك. أهلا بك محمد، مرحبا بكم مشاهدينا. قبل ندخل في التفاصيل نتابع وإياكم نشرة مجزة بهم الأنباء مع زميلة مريم الشيخ. إليك مريم. اهلا مرحبا بكم محمدا ومناته، ومرحبا بعائشة علي التي ترافقني في هذه النشرة المجزة بلغة الإشارة. أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني زوال اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس المالي العقيد عاصم غويتا، قدم له واجب العزاء وجميل المواساة على إثر انتقال والده النقيب المتعاقد المتقاعدي بكاري غويتا إلى رحمة الله. فجر اليوم تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أشرف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد أحمد سالم البهدى صباح اليوم على تدشين التوسعات الجديدة للمحطة الكهربائية في مدينة يكجوجت، وقد شملت هذه التوسعة تعزيز المحطة بمولد كهربائي وتشييد مركز تجاري جديد وسط المدينة، وسيمكن هذا المولد من ضمان نفاذ ساكنة مدينة يكجوجت إلى الخدمة الكهربائية التي كانت تعاني من اضطرابات دائمة شكلت أكبر تحد لسكان مدينة يكجوجت. أشرف والي ترس الزمور السيد محمد سالم محمد المختار العبدي صباح اليوم بمقر الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بمدينة زويرات على حفل تسليم 7600 قطعة من الزي المدرسي قدمتها خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمعادن مسنيم لصالح مؤسسات التعليم الأساسي بولاية ترس الزمور. وفي نشرتنا المجزة كذلك، احتضن الجامع الكبير بن وكشوط ظهر اليوم المحاضرة 18 من روضة الصيام ضمن دروس الإحياء الرمضاني لهذا العام، تناول جانبها الفقهي والذي ألقاه الأستاذ الفقيه خادي المحمد عبد الرحمن الغلو والتطرف الأسباب والمخاطر، فيما تناول جانبها الصحي الذي قدمه البروفيسور سيدي محمد الصالحي الملقب شيخ أمراض الأعصاب وعلاقتها بالصوم.
تتواصل لليوم 18 في نواكشوط عملية ويف رمضان الرامية إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، وتضمنت هذه تضم هذه العملية المواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان المبارك، سعيا إلى توفير هذه المواد للصائمين عونا لهم على أداء هذه الفريضة. ولا تزال نقاط البيع المختصة لهذه العملية بالعاصمة تشهد يوما بعد يوم إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في التزود من هذه المواد المتوفرة بأسعار مدعومة. نهاية نشرتنا الموجزة، أشكر زميلتي عايشة علي، وعودة للزملاء محمد ومناة لمتابعة بقية فقرات المسائية. شكرا لك مريم. تفاصيل المسائية بعد فاصل قصير. أهلا بكم إلى تفاصيل المسائية. أجرى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغسواني زوال اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس المالي العقيد عاصم غويتا، قدم له واجب العزاء وجميل المواساة على إثر انتقال والده النقيب المتقاعد بكاري غويتا إلى رحمة الله فجر اليوم. تقمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أشرف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة صباح اليوم على تشييد التوسعة الجديدة للمحطة الكهربائية في مدينة يكجوجت. وقد شملت هذه التوسعة تعزيز المحطة بمولد كهربائي وتشييد مركز تجاري جديد وسط المدينة. بحضور الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد أحمد سالم البهدة ووالي شيري السيد إدريس دمبا كوريرا والسلطات الإدارية والأمنية بالمدينة والمنتخبين المحليين، الشركة الوطنية للكهرباء تطلق خدمة من أهم الخدمات في مدينة يكجوجت لتستفيد من مشروع تعزيز البنى التحتية الكهربائية في المدن الداخلية، وذلك من خلال الاستراتيجيات الوطنية التي بدأت الشركة الموريتانية للكهرباء بانتهاجها من أجل دعم الطاقة في المدن والأرياف لتعم المنفعة. وقد سهرت الشركة على تنفيذ المشروع وبتمويل من الدولة الموريتانية. تنفيذا لبرنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، قامت الحكومة بتصميم برنامج طموح يستهدف تعميم النفاذ إلى خدمات الكهرباء وتأمينها وتحسين جودتها بغية المساهمة في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين على جميع التراب الوطني. وتجسيدا لهذه التعهدات ووفق رؤية مستنيرة واستراتيجية محكمة، قامت الشركة الموريتانية للكهرباء بتوجيهات من وزارة البترول والمعادن والطاقة بمجهودات مثمرة ودؤوبة أدت إلى نتائج مشجعة في وقت قياسي بفضل الدعم المعتبر والمتواصل الذي قامت به الحكومة بإشراف من معالي الوزير الأول سيد محمد بلال مسعود من أجل المحافظة على التسعيرة رغم تفاقم كلفة الإنتاج وضمان استمرارية الخدمة وتوسيعها تدريجيا حتى تعم جميع المناطق السكنية الحضرية والريفية منها. بعد انتظار لفترة من الزمن وأمل سكانها لا ينقطع، ها هو مولد كهربائي بسعة 1500 كيلووات يشيد على أرضها، وهو ما أشادت به ساكنة المدينة على لسان عمدة بلديتها. لي كبير الشرف أن أرحب بكم اليوم على أديم هذه البلدية، وأنتم تتقاسمون مع سكان يكجوجت الفرحة العارمة لانطلاق خدمة المولد الكهربائي الجديد، والذي شكل حلما طالما راود سكان هذه المنطقة. تعتبر الطاقة من أهم المرتكزات التي تعتمد عليها حياتنا اليومية، حيث يرتبط بها معظم مناحي هذه الحياة في عصرنا اليوم. إذن ببدء تشغيل المولد الكهربائي الجديد، قطع الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة رفقة الوالي والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء الشريط الرمزي، واستمع الوفد شروحا مقدمة من الفنيين المشرفين على المحطة،
بعدها توجه الجمع إلى مركز الإدارة التجارية الجديدة المشيد بطريقة حديثة، وأزاح الأمين العام للوزارة الستار عن اللوحة التذكارية معلنا بدء العمل فيها، وتجول الوفد داخل أروقة المبنى لتفقد هذه المنشآت الجديدة. أحمد محمد الحافظ، الموريتانية، مدينة أكجوجت. تسلمت الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في ولاية تير الزمور الزي الموحد لكافة تلاميذ المدارس الابتدائية في الولاية. تولى تمويل هذه العملية خيرية السنيم استجابة لمطالب السلطات الإدارية والسلطات التربوية وإسهام منها في إنجاح تجربة المدرسة الجمهورية. أكثر من 7000 تلميذ هم عدد تلامذة المدارس الأساسية في ولاية تير الزمور يحصلون على الزي المدرسي الموحد من طرف خيرية سنيم إسهاما في إنجاح المدرسة الجمهورية. عملية تسليم الزي الموحد تمت بإشراف والي تير الزمور السيد محمد المختار العبدي والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية. تجسيدا للمدرسة الجمهورية لمستوى ولاية تير الزمور، تنفيذا للسياسة العمومية على السياسات الحكومية على مستوى وزارة قطاع التهذيب الوطني، تم اليوم لله الحمد استلام حوالي 7000 زي مدرسي، أكثر من 7000 زي مدرسي لتلاميذ هذه الولاية، منفذة من قبل خيرية السنيم بناء على طلب من السلطات الإدارية والتربوية على مستوى الولاية. هاي مناسبة للشكر مرة أخرى شركة الوطنية للصناعة والمناجم للدور الريادي اللي تقوم به على مستوى التنمية المحلية بصفة عامة على مستوى الولاية، لتجاوبها أيضا مع تطلعات ساكنة الولاية وخاصة في مجال التعليم والقطاعات وغيرها من القطاعات الاجتماعية. أيضا ننتهز الفرصة أن نشكر المجلس الجهوي وبلدية الزوارات بصفة خاصة على المجهودات اللي تم قيام بها بهذا المجال. ويشكل توفير الزي المدرسي الموحد من طرف الخيرية استجابة لمساعي السلطات الإدارية في الولاية وكذا الأسرة التربوية. استجابة لطلب من ولاية تير الزمور، قامت خيرية سنيم ممثل جناح الخيري لسنيم بتلبية هذا الطلب، وهو توفير 7600 قطعة من لباس الزي المدرسي للولاية، ونحن اليوم هنا من أجل تسليمها للإدارة الجهوية لتعليم في ولاية تير الزمور. المدير الجهوي للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في ولاية تير الزمور السيد جام علي عبد الله حيا هذه الخطوة، مؤكدا أنها ستدعم إيجابا رؤية المدرسة الجمهورية التي يعول عليها في النهوض بالعملية التربوية. ممثل المدارس وآباء التلاميذ أشادوا بمبادرة توفير الزي المدرسي الموحد بالشكل الكافي لمدارس الولاية. ونشكر خيرية السنيم ذراع الخير لسنيم على هذا الفعل، وهذا يتجسد في ذا اللي قال رئيس الجمهورية، أعلن الناس تقرب من الناس وأنها تعدل شيء في إطار المدرسة الجمهورية. والمدرسة الجمهورية لا تتوحد فيها أبناء موريتان كاملة. خطوة تشكل لبنة أساسية في سبيل إنجاح المدرسة الجمهورية التي يراد لها أن تكون بارزة المعالم في الشكل والمخرجات التربوية. لقناة الموريتانية، محمد البلال، مدينة الزوارات. تواصل منظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية نشاطاتها الهادفة لتوعية الرأي العام بخطورة هجرة الشباب، وهكذا نظمت ليلة البارحة بملعب ملح تظاهرة ثقافية تخللتها فعاليات متنوعة أظهرت خطورة هجرة فئة الشباب على الدولة أولا وعلى المهاجرين أنفسهم. وقد تفاعل الحضور مع مختلف فقرات هذه التظاهرات المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عن طريق مشروع سماح وأجهزة مكشوط ولجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. احتضن الجامع الكبير بنواكشوط ظهر اليوم المحاضرة 18 من روضة الصيام ضمن دروس الإحياء الرمضاني لهذا العام. تناولت في جانبها الفقهي الغلو وتطرف الأسباب والمخاطر، فيما تناول جانبها الصحي أمراض الأعصاب وعلاقتها بالصوم. الغلو والتطرف الأسباب والمخاطر،
هو موضوع محاضرة اليوم ضمن سلسلة محاضرات روضة الصيام التي ألقاها فضيلة الأستاذ الباقي خاديل محمد عبد الرحمن بالجامع الكبير. وقد بيّن فضيلة الفقيه تعريفه الغلوي وتطرفه لغة وفقها مفصلا أسبابه ومخاطره وحكم التكفير عند أهل السنة وضوابطه، موضحا في هذا السياق أن الإسلام دين وسطية وسماحة في التشريع والمعاملات، وقد نهى عن الغلوي وتطرفه وحذر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من التنطع، مؤكدا أن أحكام الدين الإسلامي بنيت على اليسر ورفع الحرج. أسباب هذا الغلو كثيرة، ينطبق عليها قول الشاعر: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فمنها الجهل، ومنها سوء الفهم، ومنها عدم تطبيق فقه الأولويات، ومنها غياب فقه الحسبة، ومنها الإفتاء للجهال، ومنها التعصب، ومنها الغلو، ومنها ومنها. قلنا إن الغلو والتطرف فكر، والفكر لا يموت بموت أصحابه، قد يختفي ثم يظهر، وهذا هو الواقع. الواقع أن هذا الفكر ظهر في أوضح صوره في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين حضروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكوا معه الوهادة وما صعب من الأرض وما سهل دفاعاً عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الجانب الصحي، تناول البروفيسور سيدي محمد صالحي الملقب شياخ أخصائي جراحة الأعصاب أمراض الأعصاب وعلاقتها بالصوم، مبين في هذا النطاق أن الصيام لديه تأثير إيجابي في صحة الجهاز العصبي وتنظيم الشهية والسيطرة اللا إرادية على القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، موضحا أن مرضى الجلطة الانسدادية هم من يرخص لهم في الفطر، أما بقية الأمراض العصبية الأخرى فيمكن لأصحابها الصوم إلا إذا ثبت العكس بعد التشخيص الطبي. بالنسبة للصوم بصفة عامة، يلا حد يعتبره كيف الصلاة ما يلا يحاني لين يجي رمضان يسول كانوا قد يصوم والله ما يصوم. أي مرض مزمن حتى الأمراض الخبيثة السرطان ملاهلين عد حالته معتدلة، يقد يصير طبيب ويقول له من درى كان قد يصوم والله لين عد قد يصوم يدور يقول له تقد صوم وين عد ويقد ما يقد يصوم يدور يقول له ما تقد تصوم بسبب ويناقشوا يناقشوا حتى أهل السكر فيهم واحدين يصوموا عدوا يقبوا الدق ويعود الطبيب يعرف أن هذا الشخص بالذات نظامه الغذائي قد يخول له صوم يقال قد حد ذاك إلا الطبيب، وقد الطبيب يعود حد فيه مرض بسيط ويقول له يعرف نظام غذائي ويقول له أنت ما تقد تصوم بسبب مثلا يعرفه هو يعرف حالته العامة اللي مفطرة ما تناقش لا جلطة انسدادية الناتجة عن انسداد عروق ذيك مفطرة الآخرين كاملين يناقشوا يوم حد ما معلق له الدقة الآخرين كاملين يقدون يناقشوا. المحاضر رد في نهاية محاضرة الروضة على أسئلة المصلين بما قدم البروفيسور إجابات وافية على الأسئلة المتعلقة بالجانب الطبي. احتضن الجامع الكبير في مدينة نعمة مساء أمس محاضرة بعنوان قسوة بدرنا الكبرى دلالات والعبر. تنظم هذه الدروس في طير الحياة الرمضاني التي تشرف عليه الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على المستوى الجهوي. الجامع الكبير في مدينة النعمة يحتضن محاضرة حول غزوة بدر الكبرى ضمن مسطرات الإحياء الرمضاني بالحوض الشرقي. العرض المقدم من قبل الفقيه محمد أمين ولي العالم إمام الجامع الكبير تناول فيه بشيء من التفصيل أحداث يوم الفرقان الذي وقع في العام الثاني من الهجرة، مستعرضا دلالات وعبر غزوة بدر الكبرى وأهميتها للتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية المعطرة. وهي أعظم غزوة، وهي يقال لها بدر الكبرى، وبدر موضع بين مكة والمدينة، ووقعها عظيم في النفوس، لأنها في زمن متين على النبي صلى الله عليه وسلم ما فات الناس بدأت في القتال ولا فات عادة إقبال قبل حالة القتال، مثالة ولا فات الأنصار ملي اللي أصلا يشاهوا بايعوه عند العقبة بايعوها إلا على أنهم يمنعوه في بلادهم، ولا بايعوه أنهم يغزوا معاه ولا يمشي معاه يشرب الثاني غير يمنعوه في بلادهم ما يقدر يوصل له شيء. وقعت هاي فلتة ما أرادها مولانا على حالة وذكرها مولانا نوه مولانا بها
نبوح مولانا بها شاركوا فيها الملائكة وذكر الله تبارك وتعالى وظهر فيها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقائع غزوة بدر الكبرى مثلت تاريخا إسلاميا مشرقا ظل يلامس هوا في نفوس المسلمين الذين يتذوقون طعمه كلما حلت ذكرى يوم 17 من رمضان المبارك لما فيه من قصص وعبر تصلح لكل زمان ومكان، لأنها تذكرنا بالتاريخ القديم، تاريخ الدولة الإسلامية ونواة للدولة الإسلامية، لأن نواة الدولة الإسلامية أول ما ظهرت في مدينة يثرب، وهي أول ما تأسست. هاي المحاضرة حاضرة قيمة تدل على أن هذا اليوم حدث عظيم عند المسلمين، وهي انتصر المسلمين على الكفار، وهذا شعور وفخر كبير للمسلمين مثمن هذا اليوم. يأتي تنظيم هذه المحاضرة من الإحياء الرمضاني الذي دأب قطاع شؤون الإسلامية والتعليم العصري على إقامته خلال الشهر الكريم. المحاضرة في سياق من برنامج محاضرة الإحياء الرمضاني، واليوم يوم 17 من شهر رمضان الجاري، وهو يوم حدث القزوة بدر الكبرى بالتحديد، ولا من ضمن الأنشطة اللي قائمة بهم الإدارة الجوية للشؤون الإسلامية من 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 حلول شهر رمضان المبارك، اللي كل منبر حد من المساجد اللي في المدينة وفسطها وفطرافها عنده محاضرة يتناولها يوميا لتثقيف الصائمين والرد على استشكال تساؤل الصائمين بصفة خاصة في هذا الشهر الكريم. وسيبقى 17 من رمضان يوما خالدا في الذاكرة الإسلامية يحمل أكثر من دلالة في صدور قوم مؤمنين. الفاغة والشيباني، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. بدور احتضن الجامع العتيق بسليبابي محاضرة تحت عنوان 17 من رمضان الدلالات والعبر. تندرج هذه المحاضرة في إطار الإحياء الرمضاني الذي أقرته المصالح الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم العصري. هنا في الجامع العتيق بمدينة سليبابي، وضمن برنامج دروس ومحاضرات الإحياء الرمضاني الذي تنظمه الإدارة الجهوية لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، تلقى جمع غفير من المصلين محاضرة عظيمة عن معركة عظيمة كان لها الفضل في كسر شوكة المشركين من كفار قريش، إنها معركة الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل، والتي كانت إذانا بتأسيس دولة إسلامية ستقود العالم لقرون طويلة وتخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر إلى أنوار الإيمان والعلم والحضارة والتمكين. إنها معركة بدر الكبرى في 17 من رمضان للسنة الثانية من الهجرة النبوية. يوم مهم ويوم 17 رمضان، هذا اليوم كما تعرفون أنه هو يوم الذي حدث فيه غزوة بدر الكبرى، يعني هو يوم ذكرى لغزوة بدر الكبرى، وإن شاء الله نلقي إمام سيد إبراهيم سيلقي محاضرة بحضور أئمة إن شاء الله لنناقش الإبر المستخلصة بهذه، كما تعلمون يوم الذي حضر فيه طبعا انتصار المسلمين، ويوم عظيم يوم بدر الكبرى، يوم عظيم في حياة الأمة الإسلامية. في هذه المحاضرة تحدث رئيس المكتب الجهوي لاتحاد الأئمة بجدماغة عن فضل هذا اليوم والتضحيات الجسام التي بذلها المسلمون إعلاء لكلمة الله وانتصارا لرسالة الإسلام الخالدة. نصر عظيم، 300 عدد من السيوف تهزم 1000، هذا ما قد يعود من البشر، هذا من الله، والله جل جلاله ذكرها في سورة الأنفال، ذكر الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة
أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار إلى أن يقول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وفي معرض المداخلات تحدث عدد من الأئمة عن هذه الذكرى المجيدة وواجب المسلمين في الوقوف مع الحق ونصرة المظلوم في كل زمان ومكان. وتعد معركة بدر من المعارك التي سطر فيها المسلمون أروع المواقف في الإيمان والقوة والشجاعة والتضحية. شوقي محمد فال لقناة الموريتانية مدينة سيدي بابي. تتواصل لليوم 18 في نواكشوط عملية رمضان الرامية إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة. وتضم هذه العملية الغذائية المواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان المبارك عونا للصائمين على أداء هذه الفريضة. مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان 1444 تواصل حوانيت عملية الشهر الكريم الهادفة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة فتح أبوابها أمام الراغبين في شراء حاجياتهم من هذه المواد. هنا تعد الطواقم التابعة لمفوضية الأمن الغذائي الحصص اليومية للمستفيدين مع مراعاة حاجات المواطنين لهذه المواد الغذائية المخفضة. نحن عندنا حصة يومية نقدمها للمواطن هي عبارة عن ربطة من الحدش وتجيبها من 25 كيل وتجيبها من السكر وهذه كيلوات من السليا وكيل من التمر وخمس لترات من الزيت. هذه الكمية نحن نطلع هون الساعة 7 وأنا باسمي مسجل ومعي النادم اللي عدل حصص الوزان نطلع 7 ونبدأ نحضر الحصة الموزونة بين مع 9 يجي الطاقم الآخر نبدأ العمل. الحصة منها 20,050 وقيل جمعة صباح نقسم عليها الأرقام وعندنا الحصة فيها ربطة من الفصل صغيرة من الفصل واحدة من بومبيتير 25 كيلو من مارو 25 كيلو من السكر 5 لتر من الزيت 3 كيلو من سليا وكيلو من التمر وهذا ب 20,050 وقية. سمعت وهذه هي الحالة هون اللي نجوا عندنا هون نقضوا عين احنا هاي الناس الضعاف يسبقوها. خطة ثمنها المستفيدون من العملية شاكرين الدولة على توفير المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا في الشهر الفضيل مطالبين بزيادة الحصص وتمديدها. العملية مبدئيا قطعنها عملية مرضية بها اللي تمس احتياجات المواطن. محل زين حتى الحمد لله مفتوح وفتيح زين المواطن مستفيد منه بدأ من 3 الربطة 17,000 عاد يجبرهم 8,000 ويجب على الكمية من يجمع الصباح يجب على الزن ما فهم حد أحس ولا حد عدل مسألة ذكية ونجوه نعدل الطابور ونجوه يقسموا علينا الأرقام نقبل مباشرة كل يقبل حصو يتم يشي ولا يجب عليه مشكلة ما شاء الله. هذه المواد الغذائية كان مفصول فيها حقيقة وبالأخص بهذه في ذي الفترة ودورها وأهميتها بل إن شاء الله ناس قابلة عليها وتستعملها بطريقة سريعة شوي وتخفيضها كان أمر جيد ولكن نرجو أن تكون هذه العملية مستمرة وينال جميع المواطنين حقهم فيها. عملية رمضان 2023 الرامية إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تسعى الدولة من خلالها إلى عون المواطنين على أداء فريضة الصيام وتوفير الجو المناسب في شهر البذل والعطاء والرحمة والمغفرة والعتق من النار. يعقوب الصوفي الموريتانية. شهد الإنتاج الزراعي هذه السنة على مستوى ولاية العصابة تحسنا ملحوظا بفعل التهاطلات المطرية وقد انعكس ذلك على تنوع المعروض في أسواق المدينة من أصناف مختلفة للمنتوج الزراعي. موسم زراعي خصب شهدته مقاطعة كنكوسا كغيرها من مقاطعات ولاية العصابة خاصة في مجال الحبوب. عدسة الموريتانية ترصد حركة البيع والشراء في محلات الحبوب في سوق كنكوسا وسط وفرة أصناف متعددة من الحبوب المحلية والمواد الغذائية الأساسية والتموينية التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل. ويجيبوا واحدين شبن الخضرة يبيعوا يعياو كيلها من بهلة 100 سباما 250 ويجيبوا شبن الحبوب يعياو يبيعوا ويجيبوا شبن الكارور ويجيبوا شبن النبك. أنا تابعين السوق كنكوسا ونبيعوا الحبوب
تفادون أيها ونستفادون أيها وما نستفادوا وقت يؤد بايا وقت يؤد ما بايا. يتم استجلاب هذه المواد من مزارع المقاطعة المركزية والبلديات والقرى الريفية المحاذية لها، موفرة نشاطا اقتصاديا مدرا للدخل تستفيد منه عشرات الأسر. الأيام تقعد في مرصد استفاد من شوية طويبلات ذهوبة فيه دلقار فيه الزرع دلقار معدلها الزرع ومعدلها الحمد لله معدل في منطقة قالها قمامين من كاكوسا 7 كيلو الحمد لله واللي صدرنا من هذه الأشياء كامل الحمد لله ومستفادين منها بعد الحمد لله. تسجل المصالح الزراعية في ولاية الإعصابة زيادة في المعروض المحلي من الحبوب هذا العام، وتعيد ذلك إلى الإقبال الكبير على الزراعة الذي شهدت الولاية خلال موسم 2022. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مقاطعة كنكوصة. ويبقى معنا من مدينة كفا مراسلنا الشيخ الحميدي، أهلا بك صوما مقبولا. فيما تتجلى وفرة وتنوع المعروض من الإنتاج الزراعي المحلي على مستوى أسواق مدينة كيفا؟ تحية لكم صوما مقبولا وكل عام وأنتم بخير. يمكن القول أو نجسد بما تتجلى هذه الوفرة في المنتوج المحلي على مستوى أسواق ولاية الإعصابة بشكل عام في 3 نقاط. النقطة الأولى معنوية، وكذلك النقطة الثانية اللوجستية، والثالثة اهتمام السكان هنا بالزراعة. فيما يخص المعنوي منها، أعتقد أن أو كما شاهدنا خلال تغطيتنا من بداية الموسم الزراعي حتى الليلة، شاهدنا أنه كان خطاب رئيس الجمهورية في القراي يعني أعطى دفعة معنوية كبيرة للمزارعين، وهو باهتمامهم الكبير بالزراعة، وليس فقط المزارعين بل كل السكان هنا. نجد التاجر ونجد يعني الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير زراعية لديهم حقول ويهتمون بهذا المجال بشكل كبير. والنقطة الثانية وهي اللوجستي، أعتقد أن اهتمام الدولة بهذا المجال والدعم اللوجستي ووصول البذور في الوقت المناسب للمزارعين هنا في الولاية كذلك كان له الأثر الإيجابي على المنتوج المحلي هنا في ولاية الإعصابة. كما تعلم محمد، سكان ولاية الإعصابة يهتمون بشكل كبير بالزراعة، ويعني لديهم يعني دفعة أو رغبة كبيرة في أن يكون هناك زراعة وطنية محلية تنتج في كل موسم زراعي ويستفيد منها السكان وكذلك الوطن بشكل عام. نحن هنا نتحدث عن إنتاج متميز شهدته ولاية الإعصابة، فمؤخرا واكبنا انطلاق قافلة زراعية من الخضروات من مقاطعة قرو، يعني كانت لها دور كبير في توفير مواد الغذائية خاصة الأساسي منها الذي يستخدم في شهر رمضان المبارك. وكذلك يعني نتحدث كذلك عن وجود منتوج آخر من الحبوب وكذلك الخضروات في مقاطعة بومديد، والذي كان له الأثر الإيجابي كذلك وجوده في الأسواق المحلية وفي أسواق يعني بومديد. نحن الليلة كنا في تقرير عن مقاطعة كنكوصة، هذه المقاطعة التي لمسنا اهتمام السكان كغيرها من مقاطعات ولاية الإعصابة بهذا المجال الحيوي، حيث شاهدنا الحبوب المحلية، يعني نحن نتحدث عن منتوج محلي، ما شاهدتم في التقرير هو حبوب محلية تمت زراعتها في مقاطعة كنكوصة ويستفيد منها عشرات الأسر. نحن نتحدث لنا من القرى الريفية وكذلك البلديات المحاذية لهذه المقاطعة وحتى المقاطعة المركزية، نتحدث عن موفور أو وفرة متميزة من المنتوج المحلي. قبل أسبوع كنا في بلدية أغورط حيث رصدنا تعاونيات نسوية تنتج المواد الغذائية وكذلك الخضروات التي يعني توزع على سوق أغورط المركزي. هو في العموم إنتاج مهم ومبشر بأننا إذا واصل المزارعون في هذا الصدد سنحقق اكتفاء ذاتي إن شاء الله قريبا من المواد الزراعية خاصة الخضروات والحبوب التي تشهد يعني إنتاجا كبيرا في هذه المنطقة الخصب.
شكرا لكم جزيل الشكر. مراسلنا الشيخ الحميدي كنت معنا من مدينة كيفا، أشكرك جزيل الشكر. يؤدي المعبر الحدودي بمدينة كيهيدي وظائف عديدة تجعله مكسبا اقتصاديا في المنظومة التنموية المحلية. وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان فقد ظل يتسم بحركيته المعهودة في الاتجاهين دون عراقيل. وظائف متعددة لهذا المعبر الحدودي بمدينة كيهيدي حيث ترص عشرات العربات التقليدية عند الضفة منتظرة حصتها اليومية من الحمولة والاستفادة من العائد المادي لهذه الخدمة. في المقابل تتجه هذه المرأة صوب المعبر بخطوات سطرها صيام شهر رمضان معلنة بها رفضها للخمول والكسل في هذا الشهر وإصرارها على مواصلة الطريق. علاوة على هذا يواصل الصيادون عملهم اليومي لصيد الأسماك بطرق تقليدية تظهر دور الجماعة في إنجاح المهام المختلفة والاعتزاز بكسب القوت اليومي بشرف. أما عن العبارة الجديدة ودورها في مواكبة العملية التجارية فما يزال قائما حتى اليوم تقدم خدماتها لأصحاب السيارات. المعبر معبر تجاري ذاك عزلة بين كيهيدي وقورل طريق سينيغال، وحركة تجارية ما شاء الله ما زينة. باقي هون ينقل الوتات بين الضفة من الضفة للضفة الثانية، وحركته ما انشلت من الساعة اللي بدأ رمضان هو اللي يشتغل. التجارة احنا ما نقطعوا فيه نظرا اللي خلينا لها الزوار قرب المسافة بين شور سنتين بين كيهيدي وقرل. ويستمر النشاط التجاري بين مدينة كيهيدي وقرية قور العمر للسنغالية التي تعد إحدى بوابات عبور التجار الموريتانيين والسنغاليين رغم ارتفاع نسب درجات الحرارة في هذا الشهر. لا يمنعنا شهر رمضان المبارك من عملنا كتجار بين مدينة كيهيدي وقرية قور العمر الحدوديتين، كما أن نسبة ارتفاع درجات الحرارة لا تؤثر بشكل سلبي على نشاطنا اليومي، بل إن رمضان يتيح لنا فرصا كثيرة ودواعي زيارات الأهل والأصحاب تجعل من هذا المعبر الحدودي مكانا نشطا في كل الأوقات. ونظرا لأهمية هذه العملية التجارية والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الضفتين فإن التعاون يظل حاضرا في كل المواقف. فهذه الناقلة التي ضلت الطريق بسبب عطل فني في محركها الوحيد لاقت تجاوبا سريعا من طرف العاملين معها في المجال وتدخلوا فور ملاحظة العطل وقدموا ما تحتاجه من مساعدات للحفاظ على ما فيها من الأرواح والبضائع. لا تتوقف الحركة التجارية عند هذا المعبر الحدودي خلال شهر رمضان، بل إن الأمر محفز لكثير من التجار المحليين الذين يرون فرصا في هذا الشهر أكثر من غيره. محمد المصطفى فابو الموريتانية من المعبر الحدودي بمدينة كيهيدي. إلى مدينة واذيبو حيث تتابع المنهجية التي تعتمدها المحاضرة التقليدية الموريتانية بالعاصمة الاقتصادية لمواكبة شهر رمضان وسير الدروس بهذه المحاضر خلال الشهر الكريم. مراسلنا بن واذيبو زار محاضرة عمر الفاروق بالكورنيش وعد لنا التقرير الآتي. هكذا تبدو محاضرنا في رمضان على مدى زمن ليس بالقصير، وهي تواصل هذا الإشعاع الحضاري عنوانا للمحضرة الموريتانية، إشعاع استظلت به البلاد وتوارثته الأجيال جيلا بعد جيل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وهو ذاته الذي نتابع تجلياته اليوم في محضرة الفاروق بحي كورنيش وذيبو لنقرب صورة هذا الإشعاع الجامعي من المشاهد ضمن تكامل فريد بين الشيوخ والطلاب خاصة خلال الشهر الكريم. الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوى منهج من هدى، حمدا جديدا دائما البقاء مكافئا ترادف الألاء. نحن برنامج رمضان رمضان الوقت ما نفتح حتى ما بيتعرف على الناس صايمة، نطلب وقت محدد مساعي في رمضان نفتح الوقت كامل. عندنا مثلا لا ما مثلا تقين حتى الإسلامي، لا يعني مثلا المواسم مثلا رمضان مثلا نتكلمون عن قوله مثلا نتكلموا عن احكام الصوم، والله موسم مثلا يمضوا فتره نقرهم مثلا عقيده، والله احكام طهاره، والله احكام صلاه.
والله الناس كبار مفتوحين المجال حتى كان يبقى يقرا روايه من مثلا قال روحالو كنت كسقين قال لهم لا القران قالبه ما كثر عليهم حتى في النصوص. ولاننا نتنفس هذه الايام عبق بدر الكبرى فكان لزاما ان تكون حاضره اليوم. هذا اليوم يوم عظيم نوه الله سبحانه وتعالى في الذكر بانه العذاب. قال سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ونوه الله سبحانه وتعالى كذلك في الذكر بانه اللسان. قال تعالى فسوف يكون لساما. ونوه الله سبحانه وتعالى في الذكر بانه الفرقان بين الحق والباطل لان الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوه فرق بين الحق والباطل. الطلاب اكدوا نموذجيه التعليم المحضري خاصه في الشهر الكريم. والعسات ولين درجات مش وقرا صورات عن زي نقص بالعيش مش صايق يسل المدرسه يمكن نقص المدرسه يرجع منها مش صايق يسل حد حميس. حق مدرسه حد حفون اصبح ما يطلع حد حميس غير حد ما حفون اصبح يطلع حد حميس. وكما بدأنا بالتلاوة نختتم بها تيمنا بالقرآن الكريم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. لقناة الموريتانية عبد الله والزبير وذيب. تشهد المعاهد القرآنية النموذجية في مدينة العيون إقبالا كبيرا من قبل التلاميذ الراغبين في التزود بالمعارف الدينية السمحة. وتتميز هذه المعاهد باعتماد أسلوب حديث في التدريس يجمع بين الأصالة والمعاصرة. أصبحت المعاهد القرآنية النموذجية في مدينة العيون تشكل بديلا لمئات الطلاب عن المحضرة التقليدية القديمة، وذلك بسبب المنهجية النموذجية التي تتبعها هذه المعاهد في تدريس العلوم الشرعية. في معهد أبي بكر الصديق الكويتي يبدأ التلاميذ مشوارهم التعليمية بتعلم القرآن الكريم وعلومه في أقسام معدة للتحفيظ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد إكمال حفظ كتاب الله العزيز يجتاز الطلاب إلى ما يعرف بالفصول النموذجية التي يبدأ فيها التلميذ مرحلة دراسة المتون الفقهية واللغوية. الفصل هنا هو الفصل الفصول النموذجية، فيها هنا فصل يعني فصل تمهيدي وفصل نموذجي. وطريقة يعني المتون وطريقة يعني المقرر يعني يتكلم شيء من التفصيل قليلا. المقرر هنا نوعان، مقرر من حيث الزمن ومقرر من حيث المتون المقررة. فالزمن الطالب هنا إذا مكث سنتين في هذا القسم الأصل أن يتخرج منه وقد حصل على شهادة الإجازة في قراءة الإمام نافع من روايتي وأشفقالون وإذن سنتين. السنة الأولى هي الفصل التمهيدي وفيه مجموعة الآن خاصة به وعندها بعض المتون التي تدرسها. الطالب الدهبابة واحد من هؤلاء التلاميذ الذين وصلوا إلى مرحلة ما بعد حفظ القرآن حيث يتابع دراسته في مجال المتون الفقهية. جئت إلى المعهد معهد أبي بكر الصديق سنة 2019، وبعد أن أكملت الحفظ الأول للقرآن يعني أتيت في مرحلة العلة، ولم يكن عندي من القرآن إلا 10 أحزاب. أكملت دراستي في أحد فصول تحفيظ حتى أخذت القرآن. يعد هذا المعهد جزءا من مشروع خيري يسعى القائمون عليه إلى نشر العلم والمعرفة في المنطقة عبر تعليم الأجيال العلوم الدينية السمحة. فمعهد أبي بكر الصديق الكويتي قلعة علمية رائدة تهدف إلى تعليم كتاب الله وتحفيظه قراءة وتجويدا تلاوة وتجويدا للأفراد صغارا كانوا وكبارا رجالا ونساء. ورغم تمسك هذه المحاضر العصرية بالطريقة الحديثة في التدريس وظهورها في قالب عصري، إلا أنها في الوقت ذاته حافظت على أدبيات المحضرة التقليدية خاصة فيما يتعلق بمنهج الحفظ والأداء.
بفضل أسلوبها النموذجي الذي يوائم بين منهج المحضرة الشنقيطية الأصيلة وبين الأسلوب الحديث في التدريس، تسهم هذه المدارس العصرية القرآنية في تعليم العلوم الشرعية والقرآن الكريم لعشرات التلاميذ هنا وفق منهجية تمكنهم من إتقان هذه العلوم وتؤهلهم لإكمال مسارهم التعليمي في المدارس الحديثة والجامعات. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة العيون. أطلق تجمع طرى التعليم في ولاية الأعصاب اليوم من مدينة كيفا أنشطته الداعمة لحزب الإنصاف في الانتخابات البلدية والجهوية والبرلمانية المقبلة. وذكر القائمون على التجمع بما تنعم به بلادنا من انسجام داخلي بفعل ما كرسه رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغسواني في برنامجه من تشاور وتشارك مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلد، وهو ما كان له الأثر الفعال في مجال الديمقراطية، كما مكن هذا التصالح من تمهيد الطريق للإصلاحات التي طالت مختلف القطاعات بما فيها التعليم. وقد أكد المدير الجهوي للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في ولاية الأعصاب السيد باتنا والعروة أن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم هذه التوجهات، كما نوه المتدخلون بأهداف المبادرة معبرين عن ارتياحهم باختيار مرشحين من أطر التعليم في بعض الدوائر الانتخابية. نظمت منسقية أصدقاء الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني مساء أمس مهرجانا جماهيريا بمدينة أكجوجة تحت إشراف رئيس المنسقية السيد جلو أمدو كورال. خلال الحفل دعا رئيس المنسقية الحضور للوقوف صفا واحدا في وجه التفرقة والعنصرية والجهوية، داعي التشبث بقيم وروح المواطنة والاصطفاف خلف برنامج تعهدات. كما ثمن رئيس المنسقية البرنامج السياسي الطموح لرئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، موجها المجتمعين للتمسك بخيارات حزب الإنصاف في الاستحقاقات القادمة. نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل مساء أمس في نواكشوط حفل إفطار تخليدا لذكرى غزوة بدر الكبرى. وقدمت خلال اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية محاضرة حول غزوة بدر الكبرى التي شكلت تحولا كبيرا في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث تحدث المحاضر عن ضرورة الانتصار على النفوس وجبرها على الطاعات والقربات في شهر التراحم والتآخي ومواساة الضعفاء والتكافل والانسجام الاجتماعي والتلاحم بين مختلف مكونات الشعب المسلم. وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل أن هذا اللقاء يشكل فرصة لكافة الشركاء السياسيين في الوطن بكل أطيافهم ومكوناتهم في أفق الاستحقاقات القادمة. مرحبا بكم جميعا، وشكرا جزيلا على تلبيتكم والدعوة وتشريفنا بحضوركم لهذا الإفطار الذي دأبنا على تنظيمه ليكون فرصة للقاء بشركاء الوطن بكل أطيافهم ومكوناتهم. بغض النظر عن تباين المواقف والمواقع، فما يجمع أكثر مما يفرق بحمد الله سبحانه وتعالى. فمشتركات المعتقد والمواطنة والهم العام الجامع ثوابت نلتف من حولها ولا مساومة حولها بأي حال من الأحوال. أيها الحضور الكريم، إن شهر رمضان شهر الانتصار على النفوس وأطرها على الطاعات والقربات، شهر التراحم والتآخي ومواساة الضعفاء والتكافل والانسجام الاجتماعي والتلاحم بين مختلف مكونات هذا الشعب المسلم. أيها السادة، أيتها السيدات، إن حدث هذا الإفطار يأتي تخليدا لذكرى عزيزة على نفوسنا، عزيزة على نفوسنا جميعا، ألا وهي غزوة بدر الكبرى التي شكلت منعطفا حاسما غير مجرى التاريخ البشري أجمع، حيث انتصرت قلة المؤمنة بإيمانها على الكثرة المشركة المعتزة بعدتها وعتادها. إلى هنا مشاهدينا نأتي على ختام مسائيتنا، تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس المالي لتقديم واجب العزاء في رحيل والده النقيب المتقاعد بكري كويتا.
خدمة الكهرباء في مدينة أقجوجة تتعزز بتدشين التوسعة الجديدة للمحطة الكهربائية في المدينة. الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في ولاية تير الزمور تتسلم كميات من الزي المدرسي الموحد لكافة تلاميذ المدارس بالولاية. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.